والآن السيدة الوزيرة الكلمة. تفضل. هل هنا حسن؟ حاضر. لا تفضل. مني للميكروفونات المزعجة. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. أنا بشكر الأستاذ محمد فايق والأستاذ جورج إسحاق والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبشكر حضراتكم جميعا على دعوتي للوجود معاكم النهاردة. سعيدة جدا إن أنا موجودة النهاردة في وسط مجموعة من القامات والقيم الكبيرة جدا اللي بتمثل حقيقة تاريخ مصر، قامات وطنية وقامات سياسية وقامات نضالية ليها تاريخها. سعيدة جدا بوجود الدكتور أحمد البرعي وبرحب بيه، سعيدة بوجود الأستاذة منى ذوالفقار أستاذتي والدكتور أحمد البرعي أيضا، سعيدة بوجود حضراتكم، سعيدة بمتوسط السن في قاعة شبابية جميلة. كان نفسي فعلا نكون في قاعة أكبر ويكون في تواجد أكبر. شرف كبير ليا النهارده ان انا قاعده على منصه على يميني الاستاذ محمد فايق وعلى شمالي الاستاذ جورج اسحاق او عم جورج اسحاق زي ما بيقولوا عليه. انا سعيده جدا بوجودي النهارده. الحاجه الثانيه اللي عايزه اقولها لحضراتكم ان انا مش كاتبه كلمه، علشان انا مش جايه علشان اتكلم، انا جايه علشان استمع لحضراتكم وانصت ليكم، ولاني مش هقدر اكمل اليوم كله معاكم فطلبت من زملائي من الوزاره يكونوا موجودين عشان ايضا يستمعوا لحضراتكم وياخدوا نوتس بكل الحاجات اللي هتتم النهارده في الحوار. الحقيقه انا ابتديت العمل في وزاره التضامن في 1 مارس مع حكومه المهندس ابراهيم محلب، ولكن انا مش غريبه عن وزاره التضامن ولا غريبه عن العمل الاهلي. وانا يمكن زي ما اشار الاستاذ محمد فايق انا ابتديت اشتغل في الجمعيات الاهليه وانا عندي 15 سنه، كنت بشتغل في كاريتاس في مستعمره الجزام، وكانت تجربه جميله جدا ان احنا نروح مستعمره الجزام ومع كاريتاس نتعلم ازاي الخدمه والرعايه. بعد كده مع تحسين الصحه والاستاذه منى ذوالفقار وازاي ابتدينا نعمل تضامن للاقراض متناهي في الصغر للمراه، وبعدين كنت اول رئيس مصري لهيئه كارل دوليه، فبالتالي انا اشتغلت رئيس مجلس اداره وعضو مجلس اداره ومدير جمعيه، وكل شغلي كان دايما في الجمعيات. أسسنا جمعية اسمها إنجاز، إنجاز للشباب، بتدرب حوالي 120 ألف طالب مدرسة كل سنة وجامعة على المشروعات الصغيرة، وبالتالي في مجال إقراض متناهي الصغر، في مجال المشروعات الصغيرة، في مجال الرعاية اشتغلت كتير، وعلشان كده بقى أكن للمجتمع المدني وللجمعيات الأهلية كل التقدير وكل الاحترام. ودايما بقول انه البلد دي مع الحكومة دايما كان شايلها حاجتين، شايلها المجتمع المدني وجمعياتها الأهلية اللي ابتدت من أوائل القرن تسهم إسهامات كبيرة في مجال الصحة ومجال التعليم ومجال الرعاية ومجال التنمية ومجال المشروعات، وأيضا القطاع غير الرسمي اللي بيشتغل في ظروف صعبة جدا وبيشتغل بيساهم في الاقتصاد بمكون كبير غير منظور. وبالتالي لازم نساعد القطاع غير الرسمي ان هو نديله حزمة التشريعات والقوانين اللي تسمح له انه يشتغل بشكل رسمي وبشكل منضبط ويبقى اسهامه مرئي ومنظور ومحسوب. وايضا لازم نساعد المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والحقيقة مساعدتنا ليها المفروض تكون بأكثر من شكل. المفروض ان هي تكون الدور الاول للدولة ان احنا نضع الأطر التشريعية اللي هي تسمح لهذه القطاعات ان هي تنطلق وتسهم في التنمية، تسهم في الاقتصاد، تسهم في تنمية المجتمع، تسهم في تغيير ثقافة المجتمع وكل الأنواع. والقطاعات اللي بتشتغل فيها الجمعيات الأهلية هي الحقيقة قطاعات مهمة جدا. يمكن في دول أخرى كثيرة انتقلت الجمعيات في مراحل مختلفة من تطور عمل الجمعيات التاريخي، من مرحلة تقديم الجمعيات الخيرية وتقديم الخدمة والرعاية، وبعدين انتقلت إلى مرحلة التنمية، وبعدين انتقلت إلى مرحلة تبني المنهج الحقوقي والدعوة والتأثير على السياسات. احنا في مصر الحقيقة
محتاجين التلاتة، محتاجين نشتغل على الرعاية وعلى الأعمال الخيرية وعلى المساعدة وعلى حماية الطبقات الفقيرة، ما زال عندنا احتياج كبير لكده. محتاجين أيضا نشتغل في مجال التنمية والبناء، سواء التنمية البشرية أو حتى والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية، ومحتاجين أيضا إن احنا نشتغل في مجال الدعوة والدعوة لتبني سياسات معينة والحوار مع الحكومة لتبني سياسات معينة ومساندة فئات معينة وتبني قضاياها والتصدي ليها. فإحنا محتاجين النهاردة ومصر في هذه المرحلة من التحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية قبل أي وقت فات. وعلشان كده أنا بأحيي كل الجهود السابقة والحالية واللي هتستمر إن شاء الله وهتنمو وهتتسع. الحاجة التانية اللي خلتني الحقيقة بقى سعيدة بوجودي النهاردة إن إحنا بنناقش موضوع مهم جدا، وهو موضوع القانون، قانون الجمعيات. وأنا من أشد يعني المؤمنين إنه الحوار في حد ذاته مهم جدا، وزي ما قال الأستاذ محمد فايق إنه الحوار مش بس مهم في مخرجاته وفي الأفكار اللي بتخرج منه وفي الرؤى المختلفة، ولكن هو له قيمة أساسية في بناء الثقة، في إن الناس تعرف بعض، إن الناس تسمع بعض، إن إحنا نتعود كمجتمع على الحوار، وإن إحنا ندي لبعض مساحة إن إحنا إزاي نعرف نتكلم ونعرف نحترم الآخر ونقدر الآخر ونحط نفسنا مكانه ونقدر كمان المحددات والمنطلقات اللي جاي منها، وده مهم جدا. الحاجة الثالثة إن هذا الحوار اللي بيتم النهاردة وفي رعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحقيقة أنا تعمدت إن الوزارة مش هي اللي تعمل حوارات، يعني في سلسلة حوارات بيقيمها الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عملوا اجتماعات في القاهرة وعملوا اجتماعات في الإسماعيلية لمحافظات القناة، وعملوا في اسكندرية لمحافظات وجه بحري، وبكرة أو بعده عندهم في سوهاج في لمحافظات الوجه القبلي. فالاتحاد العام للجمعيات عامل سلسلة حوارات حوالين قانون الجمعيات. المجلس القومي النهاردة عامل حوار مهم جدا حوالين هذا القانون. في حوار آخر جمعيات حقوقية أخرى عايزة تقيمه. الحقيقة أنا لقيت جالي الأسبوع ده 3 دعوات من جمعيات حقوقية، فقلت لهم يا جماعة يعني بلاش 3 في نفس الأسبوع، ننسق حتى بيننا وبين بعض علشان تبقى نبص على نتائج حوار النهاردة ونأخذ منها ونبني عليها. فهذه الحوارات بتبني الثقة، وهذه الحوارات بتخلينا الحقيقة يبقى عندنا ثقافة جديدة مختلفة احنا محتاجينها. احنا مش بس محتاجين حوار حوالين قانون الجمعيات، احنا في بلدنا محتاجين حوار حوالين كل حاجة، لان احنا في مرحلة بنشكل فيها رؤى جديدة ومجتمع جديد وفيها تغيرات كثيرة جدا وفي قيم كثيرة جدا. محتاجين ان احنا نعيد الحقيقة اكتشاف انفسنا ونعيد الحوار حول هذه القيم اللي اختلت جدا في 30 سنة اللي فاتت. واتصور انه اختلال منظومة القيم هي اللي احد كانت يعني المسببات الرئيسية للتدهور وللحالة اللي بلدنا وصل لها، واللي اظن كلنا في القاعة متفقين ان احنا مصر تستحق مكانة احسن وافضل بكتير من اللي هي فيها النهاردة، وناسها واهلها يستحقوا يكونوا في مكانة أحسن وأفضل بكتير من اللي هم فيها النهاردة، سواء الحماية، الرعاية، التنمية، كل هذه المجالات إحنا محتاجين نعمل فيها شغل أكتر بكتير. فده سبب آخر مخليني أبقى سعيدة. اللي حصل بالنسبة لهذا القانون كان حاجة ظريفة جداً، إن أنا لما رحت الوزارة وطلبت مجموعة التشريعات والقوانين والسياسات والحاجات دي لقيت أكتر من ملف. لقيت ملف مهم جداً كان سايبه الدكتور أحمد البرعي، في 6 قوانين اشتغل عليها، ودي فرصة ان انا اشكره على اهتمامه بالعمل على هذا الجانب. بعض هذه القوانين معنية بشغل الوزارة، وبعض هذه القوانين معنية بموضوعات اخرى طبعا، لانه حضراتكم كلكم عارفين اسهاماته كوزير ايضا للعمل واهتمامه بالتشريع والقانون بحكم تاريخه وبحكم عمله ومهنته. الدكتور احمد البرعي مش محتاج اتكلم عن تاريخه، هو استاذي وانا من اسره حقوقيه، والدي كان عميد حقوق، والدتي خريجه حقوق، انا طالبه في كليه الحقوق، فاحنا كلنا يعني نعرف الدكتور احمد منذ طفولتي الحقيقه، وهو استاذ كبير، وانا مبسوطه من تواصل الاجيال ما بين استاذنا الاستاذ محمد فايق وعمنا جورج اسحاق والدكتور البرعي، وبعدين جيل حضراتكم وجيلي اللي بين الاثنين. فالحقيقه هذا التواصل مهم جدا عشان نتعلم منه.
فكان في مجموعة قوانين أرسل بها الدكتور أحمد البرعي لمجلس الوزراء علشان تعرض على السيد رئيس الجمهورية علشان تصدر، وكان في أيضا مسودات لقوانين أخرى موجودة في الوزارة، وكان في شعور لدى العاملين في الوزارة أنه بصي على كل المسودات. أيضا زارني مجموعات من الجمعيات الأهلية عشان تبارك لي وتقول لي مبروك، وفي آخر الاجتماع بتاع مبروك يقولوا لي على شوية مشاكل مع الوزارة أو تمويل متأخر أو تصريح مجاش. فكان في أول أسبوعين ثلاثة كلها لقاءات مع جمعيات أهلية مختلفة من قطاعات مختلفة ومن محافظات مختلفة. بعضهم كان حاسس أنه بعضهم شاف القانون، والحقيقة حصل حوار حوالين القانون اللي كان عملت عليه لجنة أظن كان بيرأسها الأستاذ حافظ أبو سعدة وكان الدكتور أحمد البرعي يشكلها. بعضهم ما كانش شاف القانون، بعضهم اشترك في الحوارات اللي اتعملت وبعضهم ما كانش اشترك. كمان العاملين في الوزارة، وأهم حاجة الحقيقة عندي في العاملين في الوزارة هم المديريات الاجتماعية، المديريات اللي موجودة في المحافظات. يهمني جدا كان انها تكون شافت القانون وفهمته، لان دول اللي هيطبقوه، ومهم جدا انهم يكونوا فاهمين روح القانون ويكونوا عارفين القانون ده اتعمل ازاي والقانون ده اتعمل لايه. فحسيت اولا انه مهم جدا ان احنا ما نعرضش هذه القوانين على رئيس الجمهورية، سواء رئيس الجمهورية السابق المؤقت المستشار الجليل عدلي منصور او رئيس الجمهورية المنتخب، لان انا عندي قناعة الحقيقة مهمة جدا، وهي ان القوانين المهمة اللي بتؤثر في الناس لازم تصدر من برلمان منتخب، وان القوانين اللي بتصدر من رئيس الجمهورية هي القوانين اللي ليها صفة العجالة، يعني عاجلة ولازم تصدر لتصحيح وضع معين او لتيسير وضع معين او لتنفيذ برنامج معين. ولكن القوانين اللي من هذا النوع اللي هي زي قانون الجمعيات الأهلية أنا أحب أنها تصدر من البرلمان، وده الحقيقة اللي أنا كلمت فيه مع السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقلت له يا فندم أنا شايف أن هذا القانون يستحق أن يصدر بعد كل هذه السنوات وبعد كل هذا الانتظار من برلمان مصر المنتخب بعد ثورة 30 يونيو، وأن يتم حواليه البرلمان اللي إن شاء الله يمثل كل التيارات، واللي نتمنى أنه الجهد المبذول دلوقتي علشان توحيد الجهود وبناء التحالفات اللي نفسنا دكتور أحمد برعي يحكي لنا عليها يعني يجي لنا ببرلمان فعلا يليق بثورة مصر بثورتين عظيمتين، وإن هذا البرلمان يكون أحد يعني القوانين اللي تصدر عنه هو قانون الجمعيات الأهلية. والحقيقة ده اللي أنا قلته للأستاذ محمد فايق لما اتصلت بيه قبل ما هو يتصل بيا، ولما طلبت من الاتحاد العام للجمعيات قلت لهم أيا كانت المسودة أو الحوارات اللي ليه الفيصل واللي ليه الكلمة في الآخر هو مجلس النواب المصري المنتخب اللي إن شاء الله يمثل كل تيارات المجتمع ويعبر عن طموحاته. فده المبدأ الأولاني إنه لازم يصدر من مجلس النواب. المبدأ الثاني إن إحنا مهم جدا وإحنا بنحط القانون نأخذ آراء كل القطاعات المختلفة. القطاعات بمعنى انه احنا الجمعيات الاهليه عندنا حوالي 45 الف جمعيه، وفي تفاصيل كثيره جدا، صحيح مش كلها مكانها قانون، بعضها مكانه اللائحه التنفيذيه، ولكن في تفاصيل كثيره جدا مهم نعرفها من الناس اللي بتشتغل على الارض، من الناس اللي بتخدم، من الناس اللي موجوده في القرى وفي النجوع، من الناس اللي شغاله بقالها سنين فاتحه مستوصفات لان وزاره الصحه مش قادره ان هي تسد لوحدها في مجال الخدمات الصحيه، واللي فاتحه مدارس لان وزاره التعليم مش قادره تسد لوحدها في مجال التعليم، واللي بتدي قروض لان القطاع المصرفي مش قادر يدمج الفقراء ومش قادر انه يدي المراه الفقيره والمراه المعيله. الجمعيات اللي بتشتغل في الاقاض المتناهي في الصغر بتواجهها مشاكل كثيره، الجمعيات اللي بتشتغل في التدريب بتواجهها مشاكل. في كمان الحقيقة مجموعة جمعيات دي بقى أنا بسميها المجموعات المهمة سيئة الحظ قليلة البخت، دي الجمعيات اللي محدش بيقبل على تمويلها. يعني أنا النهاردة لو قلت إن أنا هعمل جمعية علشان أفتح دار أيتام هيجيلي على طول تبرعات بكرة الصبح من غير ما يسألوني عن عدد الأيتام ولا سنهم ولا نوعهم ولا أي حاجة. بس إحنا كمصريين أصبح عندنا في السنوات السابقة على الثورة هذا الميل إلى التبرع لكل ما هو له صلة بآخرتنا أكثر من دنيتنا، يعني كفالة اليتيم وهذا النوع اللي بنتقرب به إلى الله بالفلوس اللي بنتبرع بها، وهو حاجة مهمة جدا الحقيقة ما بأنكرهاش. ولكن في جمعيات إحنا محتاجينها جدا، محتاج جمعيات حماية المستهلك، ازاي نقدر نساعدها ونمولها ونوعيها؟ طيب الجمعيات اللي بتساعد على انه المجتمع يكون اكثر تنظيم التطوع
وان المجتمع يكون منظم وان المجتمع يتفاعل مع بعضه. الجمعيات الثقافيه اللي محتاجه تنشر ثقافه مختلفه في المجتمع، ثقافه العمل، ثقافه احترام الاخر، ثقافه الحوار. الجمعيات اللي بتنشر كتب وبتنشر اعمال فنيه وبتساعد على تمويل اعمال فنيه وشباب بيعمل في مجالات الحقيقه احنا مفتقدينها وافتقدنا مكانتنا فيها. فكل الجمعيات اللي من هذا النوع حظها قليل قوي في التمويل. فانا شايفه ان دور الوزاره غير ان هو يكون انه يضع اطار تشريعي، ان دور الوزاره مهم جدا انه يكون ليه دور فاعل في تمويل هذه الجمعيات واتاحه تمويل كبير وبشكل شفاف ومن خلال مسابقات ومن خلال تنافس ما بين هذه الجمعيات على الحصول على تمويل من الوزاره. وعشان كده بنشتغل على تطوير صندوق اعانه الجمعيات وعلى ان هذا الصندوق يتعمل له لائحه تنفيذيه جديده ومجلس اداره جديد ونظام شفاف جدا للتعامل مع الجمعيات الاهليه. ففكره وضع اطار تشريعي مهم جدا وتيسير العمل للجمعيات، فكره تيسير تمويل الجمعيات مهم جدا. علشان كده ابتدينا كل شهر نطلع بيان بالجمعيات اللي بتحصل على التمويل الأجنبي، بنشجع هذا التمويل طالما كان بشفافية وكان واضح وكان بينفذ فيه القانون الساري حاليا اللي هو قانون 84. أيضا مهم جدا غير ان احنا الإطار التشريعي وغير التمويل، مهم جدا ان يكون هناك كوادر قوية تعمل في الجمعيات. الكثير من المشاكل اللي بنواجهها النهاردة وعدم وجود كوادر تعمل في الجمعيات وعدم وجود كوادر مدربة ومؤهلة ان هي تقدر تخدم. الشغل في الجمعيات شغل مهم جدا، ما هوش شغل هواه. العالم كله توجه دلوقتي الى ان دي تبقى مهنة ومهنة محترمة واصبح في شهادات بيتم الحصول عليها. واحنا النهاردة بنتكلم مع اكثر من جهة دولية علشان يبقى عندنا شهادات معتمدة للعاملين في العمل الاهلي. كلية الاقتصاد فيها دبلومة للعمل الاهلي ولكن مش كفاية، محتاجين كليات مختلفة ومحتاجين في جامعات مختلفة، محتاجين ان يكون مهنة اللي بيشتغل في العمل الاهلي دي مهنة محترمة، مهنة في اقبال عليها، مهنة بتدر اجر جيد زي مهنة الاخصائي الاجتماعي اللي محتاجين ان احنا نعيد لها رونقها، مهنة الاخصائي النفسي محتاجين نعيد لها رونقها. وعشان نعيد لها رونقها لازم يكون في شهادات معتمدة، لازم يكون في دخل محترم للناس دي، لازم يكون في مستقبل واضح ليهم. زي مهنة الممرضة اللي هي من أقدس وأهم المهن اللي النهاردة كل مستشفياتنا بتعاني من عدم وجود تمريض لأن أصبح في عدم إقبال عليها. الجمعيات بقى اللي بتدرب الناس وبترفع قدراتها والجمعيات اللي بتتبنى جمعيات أخرى واللي بتشتغل في إطار التشبيك والتدريب ورفع كفاءة الجمعيات ورفع كفاءة كوادر الجمعيات دي أيضا جمعيات مهمة جدا ومهم أن الوزارة تتعاون معها وتتبناها. فبناء القدرات وبناء القدرات كمان مهمة من خلال إتاحة المعلومات. احنا ابتدينا نشتغل مع وزارة الاتصالات على قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية، كنا ابتديناها في 2004 و2006 توقفت في أيام الثورة ولكن رجعنا نحييها بقوة. أنا لما كنت بشتغل في قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية دي كنا وصلنا لحوالي 25,000 جمعية أهلية. توقفت الحقيقة من بعد الثورة، رجعنا أعدناها تاني بشكل مختلف بوجه جديد علشان يكون في قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية بتعرف المجتمع عدد الجمعيات، عناوين الجمعيات، مجالات عمل الجمعيات. نطلب من الجمعيات انها تنشر ميزانياتها عليها وايضا ان احنا نعرف هذه الجمعيات بتعمل ايه وبتخدم مين علشان نقدر ان احنا كمجتمع بقى مش بس كحكومة نقدر نساهم في دعمها وفي الرقابة عليها ونقدر ان احنا نعرف اسهام المجتمع المدني الحقيقي. ايضا بنشتغل الى جانب قاعدة البيانات بنشتغل على وحدة للتطوع في الوزارة. الوحدة للتطوع دي مهمة جدا، يمكن كلنا ألمنا في الفترة الأخيرة الاعتداءات اللي حصلت في دار أيتام واللي احنا عارفين كلنا كمجتمع وأنا كوحدة مصرية طول عمري عايشة هنا وعارفة وبشتغل في الحاجات دي إن في انتهاكات كثيرة، في انتهاكات في البيوت للمرأة والأطفال ولكن في انتهاكات للجمعيات. لما أب وأم بيعتادوا على ابنهم بالضرب دي حاجة تزعل، لكن لما يكون يتيم أو مسن أو معاق بيعتدى عليه في مكان رعاية وحماية دي كارثة ومسؤولية علينا كلنا، هنسأل عنها مجتمعيا وقانونيا وهنسأل عنها يوم القيامة. فمهم جدا إن احنا نتأكد من الحماية والرعاية والاحترام لكل الفئات الأضعف، لكل المهمشين، لكل من لا ليس له صوت نكون احنا صوته. عشان نعمل كده محتاجين المجتمع يساعدنا. فوحدة التطوع دي ودي حاجة أنا اشتغلت عليها لما كنت بدرس بره، كنت لما باخد مخالفة مرور كنت أتمسك أروح 3 أيام أطلع.
سنين، او اقف قدام مدرسه اعدي العيال الشارع، او اروح اشتغل في المجلس المحلي علشان اتاكد من نظافه مجموعه شوارع. عملتها 3 مرات طبعا لاني مصريه، فكنت اكتر واحده باخد مخالفات في الجامعه اللي كنت بدرس فيها. فالحقيقه الفكره دي عاوزين نعملها في مصر، عاوزين نشجع المعاشات اللي عندهم وقت وعندهم خبره، طبيب على المعاش، مهندس على المعاش، دكتور على المعاش، مدرس على المعاش، عنده وقت وخبره مستعد يدي من وقته. شباب في اجازاتهم، شباب عندهم وقت مستعد يدينا ساعه يوم الجمعه او يوم السبت. اللي انا اتعلمته في مدرستي ان احنا نروح كل ويك اند ندي 3 ايام في 3 ساعات في مستعمره الجزام علشان نشوف الام الناس ونساعدهم. انا نفسي ان احنا نشتغل عليه في الوزاره بشكل منظم، فتبقى الناس اللي عاوزه تتطوع والناس اللي عاوزه تدي وقت، وده اهم من اننا ندي فلوس، عندها طريقه سهله تعرف تروح فين. فبنعمل على عملنا مع وزاره التخطيط جي اي اس ماب، هنحط على الخريطه كل واحد هيبقى عارف الحي اللي هو ساكن فيه، فين دور الايتام، فين دور المسنين، فين دور الاعاقه، فين مراكز التكوين المهني، ويبتدي انه ييسر على الناس، نديها اي دي اللي عايز يتطوع، اللي عايز يروح، ونديله رقم يطلبنا، نديله تشيك ليست يبص على بعض الموضوعات اللي احنا عاوزينه يبص عليها، بيسموهم بره مطلقي الصافرات ويسل بلورز، اللي هم بيحذروا المجتمع لما يشوفوا حاجه مش مظبوطه. فده ايضا مجال بنشتغل فيه. انا قلت لكم مش هتكلم كتير، بس برضو الميكروفونات ليها شهوه وفرصه ان حضراتكم موجودين. سعيده مره اخرى بوجودي معاكم، سعيده بوجودي مع قامات كبيره ومع وجوه شابه في عمر ابنائي وعمر اخواتي وفي عمر اساتذتي وفي عمر والدي وزملاء والدي. فانا بشكركم وبحييكم كلكم، بحيي مجلس قومي لحقوق الانسان، بحيي كل جهد حول الحوار وكل جهد في مصر بينادي بالحوار، واحنا مجتمع لازم يقوم على الحوار وعلى التفاهم وعلى قبول الاخر وعلى ان احنا نحل خلافاتنا واختلافاتنا بالحوار، وان احنا نضع في قلوبنا وفي اذهاننا ان البلد دي هتقوم بينا كلنا، وكلنا لازم نحترم بعض، وكلنا لازم نحافظ عليها، وكلنا لازم نحميها، وكلنا لازم ما نسيبش اي حد يدخل بينا ولا نخلي غريب يزعلنا من بعض، لان احنا مصر بينا كلنا ومصر محتاجانا كلنا. ومصر دلوقتي بتتعرض للكثير والكثير اللي حضراتكم كلكم عارفينه، اللي وقفتنا مع بعض وحوارنا مع بعض وحفظنا عليها هو اللي هينجيها وينجينا كلنا. فانا بشكركم وبتعهد بالاستماع والانصات واخد ملاحظاتكم، بتعهد بان يصدر لنا قانون جمعيات اهليه محترم من مجلس نواب ان شاء الله يكون قريبا منتخب في انتخابات نزيهه محترمه. احنا كحكومه، يعني وهنا بتكلم بقى لاول مره بالنيابه عن الحكومه، احنا بنتعهد بان يكون هناك انتخابات نزيهه شفافه ومجلس نواب يعبر عننا جميعا. اشكركم مره ثانيه واحييكم مره ثانيه، واسفه اني قلت اطلت عليكم.